يعني الاعاره بيكون معاها تركيز ومتابعه، مش فكره بس بيعيد اللاعب بالظبط. وهو ده اللي حاصل كمان. يمكن صلاح امبارح كان ليه برضو اللقاء، كان في لقاء يعني صرح ان هو بيقول انا ما اقدرش اتاخر عن الاهلي، وانا بتطلع في الفتره القادمه كمان ان انا اعيد ثقتي تاني مره اخرى، وان انا ابذل يعني شغل على الملعب كبير. فواضح ان في روح برضو حماسيه كتير عندهم. بص حضرتك، يعني انا على المستوى الشخصي انا بقول اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره، مع احترامي لكل الأندية. صحيح. لما يبقى عندك فرصة ان انت تبقى في النادي الأهلي لازم تقتنصها. لازم تقتنصها. يعني احنا انا لما نتكلم على الجيل بتاعي انا، يعني كنا 30 لعيب، فيهم مثلا 7-8 صغيرين، خالد جد الله وجمال الجندي وجمال جودة وحسام حسن وغير بقى المجموعه الكبيره، مصطفى عبده، مصطفى يونس، فتحي مبروك، محسن صالح، احمد عبائي، الخطيب، اكرامي، ثابت، اسماء جامده طبعا جدا طبعا. كنا 30 لعيب جامدين جدا، يعني كل واحد فينا يقوم بفرقه. صح. كان في تنافس شديد جدا بيننا وبين بعض. المدرب عاوز 11 لعيب يلعبوا في الملعب. يعني المدرب عاوز 11 لعيب يلعبوا في الملعب. يعني انا واحد من الناس لما جيت من 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 كفر الشيخ للاهلي، انا يعني كنت بناجي نفسي اقول انا هلعب في وسط النجوم دي. طب انا يعني ازاي؟ حتى الناس في الشارع في كفر الشيخ كانوا يقول لك يا عم هيروح ده مش هيلعب، ده اللعيبه هناك جامده جدا، ده اللعيبه مش عارف ايه. لكن بفضل الله كان عندي اصرار جامد جدا. انا قلت مع نفسي ان انا لو ما لعبتش في النادي الاهلي امشي من دلوقتي. لو انا ما عنديش استعداد ان انا العب في النادي الاهلي وابقى نجم في وسط هؤلاء النجوم، يبقى ما ينفعش. فرصه اللعب مع الكبار اصلا هي دي اللي بتخلي النجاح يجي احسن طبعا واسرع. فيعني بفضل الله كنت بلعب، ويعني مر عليا مدربين هيدو الكوتي وكالشاي وكابتن جوهري وكابتن طه اسماعيل وكابتن السايس ودون ريفي، مر علينا مدربين كتير جدا، وبفضل الله كنت ستاندنج في كل سنه.